السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على الإجابة النموذجية لامتحان الحاسب الآلي محافظة كفر الشيخ العام الدراسي 2024 الترم الثاني صف الثالث الإعدادي. يلا بينا. السؤال الأول معانا بيقول هنا ضع العلامة الصح أو علامة خطأ. عدد أفراد الأسرة يمثل بيان نوع رقمي، طبعا صح لأن إحنا قلنا إن عدد أفراد الأسرة بوبا يبدأ باتنين، وبعدين لو ان شاء الله يبقى في زيادة يبقى هنزود، في نقص لا قدر الله يبقى هنطرح، يبقى ده ايه نوع رقمي وبيكون من النوع بايت كمان. طيب البريد الالكتروني ايميل هو تجاهل شخص او اكثر من خلال وسائط الكترونية، طبعا غلط، ده بيتكلم على الاستثناء الالكتروني، لكن البريد الالكتروني عبارة عن وسيط من وسائط التعدي او التي يتم من خلال التعدي. جملة اف زن هي جملة شرطية أو جملة تفرع، طبعا إجابة صحيحة. يمكن استخدام الكلمات المحجوزة لدى لغة الفيجوال بيزك دوت نت في تسمية الثوابت والمتغيرات، طبعا غلط لأنه لا يسمح أساسا باستخدام كلمات محجوزة. إذا كانت قيمة الثابت حرفية أو قيمة حرفية توضع بين علامتي اللي هو التنصيص، طبعا صح، اللي هي بنسميها سلسلة حرفية. السؤال الثاني أكمل قناة النقاط. نقط هو مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم ما، يمكن استدعائه بهذا الاسم ليتم تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات، طبعا على طول الإجراء أو procedures. الإجراء أو procedures. نقط من أشكال التعدي الإلكتروني التحرش. ثلاثة تستخدم جملة نقط لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف مسبقا، وإنما بناء على شرط، يبقى قاعدة الدو وايل لوب. رقم بعدها عبارة عن أماكن محجوزة في ذاكرة الكمبيوتر رام، عند الإعلان عنها يتحدد لها اسم ونوع وتأخذ قيمة ثابتة لا تتغير، يبقى على طول الكونستانت أو الثوابت. رقم خمسة هو ثابت حرفي يستخدم لإضافة رمز مفتاح الإدخال وسطر جديد، طبعا الفي بكرل. في بكرل هو الثابت الحرفي. السؤال الثالث الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير الاسم. متغير اسم، الاسم ده المتغير اسمه اف اندرسكور نيم أو فيرست نيم، طبعا اسم يبقى لازم يكون نوع بيان حرفي، يا شير يا سترينج، طبعا المفروض إن هو سترينج. هنا ديسيمال، هنا كلهم ديم، هنا ديسمال، طبعا ديسمال ما ينفعش لانه عدد غير صحيح. البايت عدد رقم صحيح، او هو ده سترينج. طيب تستخدم جمله السلكت كيس عندما يكون التفرع معتمد على قيمه ايه؟ طبعا على قيمه متغير واحد. الخطا الذي يظهر اثناء كتابه كود بلغه الفيجوال بيزك دوت نت يسمى هنا خطا اثناء الكتابه، خطا عند الكتابه واحنا بنكتب، يبقى ده ساين تكست ايرور، خطا املائي او نحو. ناتج النهائي للعملية الحسابية ديت، هنا طبعا في طرح وفي أقواس وفي قسمة، يبقى ناخد الأقواس الأول، يبقى 2 زائد 4 يساوي 6، أصبح في طرح وفي قسمة، يبقى ناخد القسمة، يبقى 6 على 2 يبقى فيها 3، أصبح 12 ناقص 3 يبقى إيه 9. ناتج تنفيذ التعبير الشرطي A أكبر من 9 A أكبر من 5، إذا كانت قيمة الـ A بـ10، خلاص حط هنا فوق الـ A 10. أصبحت العشرة أكبر من الخمسة، صح؟ أه صح، يبقى ترو، بس يبقى ترو أهي. السؤال الرابع بيقول لك الغرض من الكود، الغرض من الكود ده إيه؟ الغرض منه هتلاقي اللي هو قيمة الناتج، أه ليبل 1 دوت تكس، إيه بقى؟ صم، يبقى هنا طباعة، هو كاتب كلمة طباعة بس معلش، طباعة مجموع، صم يعني مجموع، مجموع إيه بقى؟ هرجع هنا للقاعدة بتاعت الفور، هلاقيه بيقول لي فور اي من ايه؟ من واحد، يبقى مجموع الأعداد، عشان القاعدة فور أساسا بتاخد قيم عادية، الأعداد من واحد إلى عشرة، بس استنى ده في هنا معدل زيادة اتنين، يبقى الأعداد بدأ من واحد، يبقى الأعداد الفردية، مجموع الأعداد الفردية من واحد إلى عشرة. طباعة مجموع الأعداد، مجموع هات صم الأعداد بتاعتي من واحد إلى عشرة، بس هنا زيادة اتنين، اتنين هنزودها على الواحد يبقى يبقى عشرة. طب الإعلان عن المتغيرين أي وصم تم استخدام الأمر، أنا بعلن عن المتغير بالأمر اسمه إيه؟ ديم،
طبعا هي في اول سطر هيقدم اي سم از انتجر. تم استخدام جمله التكرار، هنا جمله التكرار ايه؟ قاعده فور نيكست، يبقى دي فور نيكست. طيب المتغير الذي يمثل العداد هو، بص حضرتك الكاونتر او العداد بيجي بعد الفور وقبل اليساوي اهو، يبقى المتغير اللي بيمثل العداد هو ايه؟ اي. زي ما هو كاتبها سمول كتبتها سمول. طيب يتم اخراج الناتج اللي هو حاصل الجمع باستخدام المتغير، هو بيقول لي هنا باستخدام المتغير، يعني العملية الجمع هي ايه؟ طبعا باستخدام المتغير صم. واحد بيقول لي هنكتب ليبل دوت تكست، ليبل ايه؟ الليبل دي الاداة اللي هيتم الاخراج فيها، يعني انا هخرج المجموع على ايه؟ هخرجه على الاداة اللي اسمها ليبل 1 ودوت تكست عشان يبقى النص ظاهر على الاداة. لكن المتغير اللي هيظهر اللي هو حاصل الجمع، متغير حاصل الجمع اللي هو عباره عن ايه؟ صم. حتى احنا قلنا هنا في الغرض في الكود طباعه المجموع بناء عليه على كلمه صم برضه، تمام؟ يبقى المتغير هو صم. انتهت الاسئله. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تنسوش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس، وما تنساش موجود شرح وامتحانات للصف الاول الثانوي والثاني الثانوي. بالتوفيق ونجاح يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.